تحياتي للي بيوتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عيدكم مبارك سعيد بالصحة والعافية إن شاء الله. كنتمنى تكونوا دوزتوا رمضان كريم مزيان وبخير وعلى خير. اليوم في هاد الفيديو غادي نبارطاجي معكم لا غوسيت ديال البسطيلة بالدجاج واللوز، كتجي روعة في طبق مناسب للعيد. غنعطيكم الأسرار ديالو كلها، خليكم معايا. هاد البسطيلة من الحجم الكبير، أنا خديت أنايا 4 كيلو ديال الدجاج اللي غسلته ونقيته بيان سور بالحامض والملحة وخليته ينشف وبيته في الثلاجة ليلة كاملة. بالنسبة للعطرية غادي نحتاج معلقة كبيرة ديال الملحة، معلقة كبيرة وافية أولا معلقة ونص ديال السكينجبير. غادي نحتاجو السمن، غادي نحتاج معلقة ديال كركما، معلقة ديال البزار، ومعلقة ديال الملون الغذائي. غادي نحتاجو جوج دامات، وحدة ديال البنة ديال الدجاج وحدة ديال الزعفران. غادي نحتاج معلقة كبيرة مخلطة ما بين النويويرا والبسيبيسة اللي مطحونين ومحمرين وكنديرو في قريعه، كناخذ منهم معلقه كبيره. غادي ناخذ شي بانيو كبير وغادي نرقد الدجاج. كما كتعرفوا الدجاج ضروري يترقد ويبات، ما تكرهوش يبات. اولا ما عندكمش الوقت خليوه شحال ما خليتوه شحال ما مزيان، الا كنتو غطيبوها العشيه رقدوه في الصباح، الا تحتاجوه للغدا رقدوه بالليل وخليوه يبات شحال ما بات شحال ما يكون افضل. كما شفتوا في بانيو انا درت العطريه كامله وزدت عليها زعفران شعره اللي دوزته شويه في مقيله، وغادي نحكو بحال هكا. غادي نزيد شويه ديال الماء، مقدار نص كاس ديال الماء بحال هكا باش تذوب ليا العطريه كامله، وغادي نبدا نرقد في الدجاج. من بعد ما ساليت نشرمل الدجاج كيما شفتوا، غادي ندير لو فيلم اليمونتير وغادي نسد عليه مزيان ونديرو في الثلاجة يبات ليلة كاملة. تغدا وعاد نتلاقى ونكمل الوصفة. غادي ندوزو نقليو اللوز. اللوز ما هضرت لكمش عليه البارح، خديت 1 كيلو سلقته وقشرته وفسختو وغسلته وخليته ينشف، ومن بعد درته في منديل باش ينشف الليل كامل باش ما يجينيش مع الجن. هادي حيله من الحيل بلا بغيتو اللوز يجيكم مقرمل ويجيكم قابض في راسو. وحاجه واحده اخرى، الزيت ما خاصوش يكون سخون بزاف باش تبداو تقليو اللوز ديالكم باش ما كيطيبش وكيتحمر دغيا من برا وكيبقى لداخل خضر وما مقرملش، يعني كيبقى معجن من الداخل. يعني الزيت ما يكونش سخون، يلا يبدا يسخن بحال هكا تحطوا اللوز باش كيسخن فيه والحراره ديالو يلا كطيبو من الداخل وكتقرملو وكتحمرو وكتجيبو ديك اللون الذهبي اللي كيخصو يكون فيه. ودابا غادي نصبو الدجاج. كيما شفتو خديت الطاوله اللي تكون كبيره اللي تقدر تهز لينا 4 كيلو ديال الدجاج. غادي نديرو الصدور هما اللي لتحت لان هما اللي كيطلبوا لنا بزاف ديال بلوس دو طون في لا كويسون ديالهم. وغادي نزيد عليه كاس ديال الزيت، كاس صغير ديال الزيت، وغادي نزيدو جوج ديال البصلات اللي مشلضين بهذا غير باش يطيب فيه الدجاج. وغادي نمرق تقريبا كاس صغير ديال الماء،
وغادي ندير جوج عويدات ديال القرفه وغادي نخليه يطيب على خاطرو، ننقص العافيه ونخليه يطيب على خاطرو. انا في هذه المرحله كيعجبني نزيد شويه ديال السكر، انا هنا غادي ندير غير جوج معالق ديال سنيده باش كيعطيني الحلاوه والملوحه من الاول كتكون مقاده، يعني الذوق المذاق كنبداوه من الاول ماشي حتى الاخر، حتى كتولي المرقه كلها مالحه عاد كنزيدوا الحلاوه، كيكون شويه تعادل بيناتهم ماشي هو هذاك، يعني من الاول درنا الملحه نديروا شويه ديال السكر باش كيجينا داك التعادل زوين ديال الحلاوه والملوحه اللي كنعرفوا حنايا في البسطيله. كما قلت لكم عويدات ديال القرفه والقزبر ومعدنوس درت ربيطه صافي، وغادي نمرق شي شويه كما قلت لكم كويس هكا، وغادي نسد عليها ونخليها تطيب. إذا بغيتوا البصله ديالكم تجيكم في المذاق معلكه ورائعه هذا سر من الاسرار اللي جربتهم بصراحه وما ندمتش عليهم. غادي تاخذوا واحد 100 حتى 150 غرام ديال اللوز اللي غادي نخليوه بالقشره ديالو، غادي غير نمسحوه بحال هكا بزويف وغادي نقليوه، غادي نطحنوه مع شويه ديال السكر جوج حتى ثلاثه ديال المعالق ديال سنيده، وغادي نطحنوه حتى يولي بخاليني، هذاك الزيت اللي في اللوز غادي يخرج وغادي يولي بحال اون بات كتسمى البراليني. غادي نبقاو نطحنوا في اللوز حتى تعطينا قوام بحال هكا، البخاليني كيخصو يكون مطحون مزيان وفاش كنخرجوا داك الزيت اللي كيكون في اللوز وفاش كيعطينا داك لوكو الرائع اللي هو غادي يزيدنا مذاق زوين للبسطيله ديالنا. غادي نقليو اللوز كما قلت لكم اللي خدينا كيلو وسلقناه وفسخناه وخليناه تنشف ليله كامله. غادي ناخذ شي كسكاس اولا صفايه كبيره اللي غادي نديرو فيها الدجاج من بعد ما طاب، من بعد ما حيدنا الطريفه ديال الدجاج غتبقى لنا المريقه، غنزيدو عليها 6 ديال البصلات اللي شللتهم رقيق بحال هكا، وغادي نزيد عليهم جوج ديال المعالق ديال القرفه ونخليوهم يتعسلو مزيان حتى تنزل لنا مزيان هذيك البصله ونطلقها. من بعد ما طبت لينا البصله ونشفات من المرقه تماما ما بقات فيها وعقدات، غادي نزيدو عليها جوج ديال المعالق من داك اللوز بخاليني اللي قلت لكم طحناه مزيان، وغادي نحركو مزيان قبل ما نزيدو البيض.
هاد المرحله مهمه بزاف، لان ديك البصيله كتواتى بزاف لوكو ديالها مع البخاليني او اللوز اللي مطحون بهذه الطريقه هذه، وكيعطينا واحد البنه لديك الدغميره كتجي رائعه، كتبدل القنه كاع اللون ديال البصيله، وكتبدل لوكو، كيتبدل كل شيء. بصراحه رائعه بزاف، جربوها وردوا عليا ما غتندموش عليها. من بعد ما غادي نخلطو كما شفتوا مزيان، غادي نزيدو البيض. انا درت 8 ديال البيضات طربتهم، وغادي نبقاو نزيدوهم شويه بشويه وحنا كنحركو حتى ينشف لينا الخليط ديالنا مزيان. غنبقاو نحركو هكا، ما نوقفوش على التحرك حتى توقف لينا مزيان هذيك الدغميره وتنشف تماما من البيض اولا المرقه اللي فيها، ونحطوها على جنب تبرد. ندوزو دابا نوجدو الدجاج اللي قطعناه وفرتتناه مزيان، حيدنا منه اي حاجه ما كتكالش كما كتعرفوا، العريقات، العظيمات، الجليده، اي حاجه ما كتنكلش. غادي نديروه في الطاوه، وغادي نزيد عليه جوج ديال الطريفات ديال الزبده. الزبدة مهمة في هذه المرحلة هذه، لأن كترد لنا الدجاج فتي ما كيجيناش ناشف، مي كناكلوه في البسطيلة كيكون دايب ورطب، تيكون المذاق ديالو رائع. هذه الزبدة هذه في هذه المرحلة هذه راه مهمة بزاف، جربوها وما غتندموش عليها، ويا ريت الا جربتوها تردوا عليا في لي كومونتير. غادي نزيدو جوج معالق ديال السكر كلاصي وجوج معالق ديال القرفة. وانا في قاعدة ملي كنكون كنوجد، واخا كندير كمية، كنفضل انني ندير كمية قليلة من السكر او من القرفة وهذا، وكنخلط ومن بعد كنعاود نذوق الى خاص نزيدو. فو ميو نديرو قليل ونزيدو، او لا نزيدو كتير من الاول وكتكون داكشي قاطع بالحلاوة. زيدو وذوقو على حسب الذوق ديالكم نتوما. غادي نشحرو في داك الدجاج مع ديك الزبيده حتى تذوب تماما، ومن بعد نحطوه يبرد، نخليوه دو كوتي، وندوزو نوجدو اللوز اللي غادي نطحنوه. اللوز انا بالنسبه ليا ما تنبغيش يكون مسحوق بزاف، وما تنبغيش يكون يعني مهرمش وطروفاته كبار باش ما كيعذبش في الماكله. كنديرو يعني مهرمش شي شويه، يعني كيكون باين شي شويه، مي ماشي مسحوق كاع في مره. غادي ناخذ السكر، كنطحن كل طحنه كندير مع السكر اللي كنطحن معاه المسكه الحره، وكندير ماء الزهر. ماء الزهر انا ما كانش متوفر عندي السكر اللي بنكهه زهره الليمون، كتجي احسن، ما كيجيش معجن. سينو الا ما كانش عندكم تقدو ديروا ماء الزهر، اولا ما كيعجبكمش تستغناو عليه. كما كتشوفوا انا ما كنبغيش مسحوق كما قلت لكم، يعني كنخلي شويه ديال الطريفات باينين هكا، يعني ماشي كبار وماشي صغار، اللي نقدو نلقاو هكا فين كنكونوا كناكلوا البسطيله، يعني يكون الطريفات اللي نقدو نعطوهم بلا ما يعذبونا. غادي نزيد عليه القرفه، حيت انا كتعجبني القرفه مزيان تكون باينه في لوغو ديالها، يكون عاطف في البسطيله. دونك في اي مرحله كنزيد القرفه، يعني ما تحيدوش محداكم القرعه ديال القرفه لان هي السر ديال البسطيله. وغادي نزيد كما قلت لكم ماء الزهر، غادي نزيد غير جوج ديال المعالقات اولا ثلاثه، الا كان عندكم كما قلت لكم السكر ديال زهره الليمون يكون افضل. في هذه المرحله هذه غادي نزيد الزيت ديال المريقه ديال الدجاج، نزيت ما قلتهاش لكم اللي صفيته وخليته على جنب، هذا غادي نحتاجوه في المونتاج وغنحتاجوه في هذه المرحله هذه، كيعطي واحد البنه خطيره يا البنات، غيديروها وما غتندموش عليها. وفي هذه المرحله هذه ما تيخليناش اللوز يجي ناشف وكيوحل، وكيعطيه واحد البنه رائعه، وكيدمو كيعطيه واحد القوام اللي كيكون معسل معلك رائع جدا.
من بعد غادي نزيدو عليه داك البخاليني اولا اللوز اللي قليناه بالقشره ديالو وطحناه حتى ولا لنا هكا بخاليني. هاد المرحله هادي غنتم غتشوفوا اللون ديال اللوز كيفاش غيتبدل. واما النكهه كنتمنى الا جربتوه تردوا عليا، واحد البنه فيها خطيره كتبدل لوغو ديال البسطيله تماما هاد المرحله هادي، وسر من الاسرار ديال الحلويات الكبار في حقيقه. غير جربوه ما غتندموش عليه. ودابا غادي ندوزو للمونتاج ديال البسطيله. كما شفتو خديت الصينيه اللي غادي تدخل للفران وكندهنها مزيان 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 بالزبده، وغادي ندوزو للدريساج اولا المونتاج ديال البسطيله. انا بالنسبه ليا كناخذ لاباتا فيلو، هي لاباتا الوحيده اللي كتجيني قريبه شيئا ما الورقه اللي كنصايبوه في المغرب، وهي صعيبه في الخدمه لان كتقطع دغيا، يعني خاصه شويه ديال الصبر. اما مي كطيب القرمشه وداك الكروستيون اللي كيجي فيها كيعجبني بزاف. هاد المرحله هادي انا غادي ناخذ زليفه غادي ندير فيها سكر كلاصي والقرفه، وغادي نبقى نرشش بها كل ورقه ما بين ورقه وورقه غادي نرش بها هاد الخليط هذا. اولا لانه كيعطي واحد اللون رائع، يعني كيعطي الورقه مذهبه، وثانيا كيجي مقرمشه بغيت نقول، وكيعطيها واحد اللوغو رائع. الا جربتوها غادي تعرفوني علاش كنهضر. كتجي الورقه بنينه وكتجي معسله وكتجي مقرمشه. بالنسبه للزبده ما غاديش نستعملها تماما في هاد المرحله من غير في لاطا كيف ما شفتو في الاول. من بعد غادي نبقى نستعمل غير داك ليدام ديال المريقه ديال الدجاج اللي طاب فيها الدجاج، هي اللي غادي ندير. كما غادي تشوفوا ما بين ورقه وورقه غادي ندهن بهاد المريقه هادي اولا الزويته اولا ليدام اللي خلينا كيعطينا اللون اولا، وكيعطينا واحد لا كولور دوري، وكيعطينا حتى البنه ديال الدجاج اللي طيب فيه بداك التوابل ديالو والزعفران الحار وهداك الشيء كله اللي درنا فيه. كنفضل انا ندير هكا على الزبده، لان الزبده سي فري كتعطيك لو دوغي ولكن ما كتعطيش البنه اللي كتعطي هاد المريقه. كما قلت لكم دهنت مزيان بداك الزيت اولا ليدام ديال المرقه، ودرت داك الخليط اللي خلطت به ما بين السكر كلاصي والقرفه. ومن بعد غادي ندير الطبقه ديال الدجاج. كما شفتوا غادي ندير الطبقه الاولى كلها بالدجاج ونحاولوا نوزعوه على لاطا كامله باش تجينا متساويه، تجينا طبقه واحده بسمك واحد.
ودابا غادي نزيدو الطبقه الثانيه ديال الطغميره اولا البصله اللي غسلناها وزدنا عليها البراليني اولا اللوز اللي سلقناه وطحناه بالقشره ديالو. شفتوا اللون ديالو بعدا كيفاش كيجي؟ كيجي رائع بزاف. اما المذاق نخليكم نتوما تجربوه وتقولوا لي. اخر طبقه هي ديال اللوز كما كتشوفوا، غادي نحاولوا نوزعوها على السطح ديال البسطيله كامله باش تجينا متساويه وتعطينا المنظر يكون جميل. صافي دابا من بعد ما سالينا غادي نبداو نجمعو اولا نطويو في البسطيله ديالنا كما كتشوفوا ما بين ورقه وورقه. غادي نزيدو ندهنو بديك الزويته ونديرو داك الخليط، رشه من داك الخليط اللي درت لكم فيه السكر كلاصي والقرفه. كما قلت لكم كيجي واحد المنظر ديالو رائع في الذوق بعدا، والقرمشه ما نقول لكمش عليه. ويا ريت تعتمدوا هاد الافكار اللي عطيتكم وتقولوا لي كيفاش جاتكم الا جربتوها. انا ما كنتيقش في الفران، كنبقى ندوب ونعاود في البسطيله في الورقه ديال البسطيله حتى كنسالي الورق اللي عندي كاملين كما شفتوا. وهي من الافضل لان الورقه ديال الفيلو كتكون رقيقه بزاف، يعني واخا نكثروا منها ما كيهمش وما كيضرش. كما شفتوا غادي نسالي داك الزويته اللي عندي اللي دام ديالنا كامل، غادي ندهن به الوجه ديال البسطيله وغادي نزيد شويه ديال الزبده ندهن بها الوجه ديال البسطيله بحال هكا باش تجيني مذهبه وتجي محمره مزيان. صافي غادي ندخلوها للفران نقابلوها مزيان طيب مزيان من التحت ونعاودو نحمروها. التحمر راه كتحمر دغيا ولكن كتشد شويه الوقت في الطياب التحت، ما بين 40 حتى الساعه ديال المكانه. تنقصوا عليها مزيان وقابلوها وتحركوش من حداها حتى تطيب.
من بعد ما طابنا البسطيله على هذا الشكل كتجي تكرملات مزيان ومقرمشه كيف ما كتشوفوا الورقه كتهرس الراسه. غادي ندوزو للتزيين. انا اختاريت غندير تزيين واحد اخر مختلف شي شويه على المالوف داكشي اللي كنديرو دائما ديال السكر كلاصي واللوز هكا مهرمش من الفوق او لا موندي فيلي. غادي ندير شويه تزيين نحاول يكون راقي ديال العيد بريستيج. كما شفتوا هذا العسل كنديرو بجوانب ديال البسطيله باش غادي ندير اللوز المهرمش. ما قلت لكمش راني خليت شويه ديال اللوز المهرمش، نسيت لكم بزاف ديال الحوايج وكما تديوش عليا راه الصيام. شويه ديال اللوز المهرمش من بعد ما هرمشتو قبل ما تنخلطو كناخذ شي شويه وكنديرو فشي زليفه باش غادي نزوقو كما شفتو. العسل غادي يخلي لنا اللوز يلصق عليه وصايب شويه ديال البريوات ديال اللوز كما شفتو. غادي نديرو في الوسط وغادي ندير سكر كلاصي مستعنت بالطبسيل كما هكا باش يعطيني داك الشكل الدائري، خلي كل بلاصه فيها شكل كيف ما كتشوفو. وصافي وغادي ندير الورد البلدي كيجي حتى هو رائع. ودرت البيض ديال السمان اللي سلقته ودهنته بالعسل ودرت فيه غمسته في شويه ديال البيستاج كيف ما كتشوفوا. بغيت نلعب شويه على الالوان على الديكور يجي شويه راقي ومبدل. تقدروا تستغنيوا على هذه الاضافات هذه، ما ديروش البيض ولا حتى اللي درتوه ما ديروش معاه البيستاج كيف ما درت انا، يعني كيبقى الاختلاف وكيبقى الرغبه ديال كل واحد والتفنن ديال كل وحده في التزيين ديالها. هذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله. انا زدت فيها ان بيك ديال العيد. كنتمنى تكون عجباتكم وكنتمنى تجربوها ولا جربتوها. ما تنساوش تخليو ليا دي كومونتير وتقولوا ليا كيفاش جاتكم والافكار اللي زدتكم اللي عطيتكم فهاد لا فيديو هادي. وكنتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم. عيدكم مبارك سعيد بالصحه والعافيه ان شاء الله، تعيدوا وتعودوا بافضل المتمنيات. ما تنساوش تخليو لي لايك بيان سور الى عجبتكم لا فيديو، ولا كنتو اول مره كتشوفوا القناه مرحبا بكم، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكنقول لكم من هنا حتى لا فيديو الجاي ان شاء الله تبقوا على خير.